مسجدي حب وئام بخشوع القلب يسقى، مسجدي ركن وحسن وجلال. يعد بوابة يستقبل القادمين إلى ولاية صور، وصرحا شامخا ومنارة إسلامية تشع علما ومعرفة، فهو مركز ديني تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، ومركز ثقافي يحتضن المحاضرات والندوات في شتى العلوم، ويضم مدرسة قرآنية يتعلم فيها الأطفال والناشئة علوم القرآن الكريم. إنه جامع السلطان قابوس بولاية صور. ولله الحمد، خلال هذه الفترة، خلال الألفية الحاضرة، انتشر بصور كثيرة، فكان السابق العداد حتى العدد قليل من ناحية الجوانب، كان في المدن الكبيرة، وحاليا ولله الحمد انتشرت في الولايات، وفيها جوامع يعني يشهد لها بالبنان. عندك الجامع السلطان قابوس الأكبر، وعندك بعض الجوامع الحالية التي يتم بناؤها بمساحات كبيرة. وكان لهذه الجوامع الدور الكبير في توعية المجتمع بأمور دينهم، وكان لهذه الجوامع من ناحية العمران والبني له دور يشهد له المتواجد في الجامع من العمران ومن الراحة النفسية في تواجده من خلال الجامع. صرح إسلامي تم الانتهاء من بنائه في 30 أكتوبر 2010 للميلاد، حيث بلغت مساحة الأرض المقام عليها المشروع 32,085 مترا مربعا، منها 14,125 مترا مربعا داخل سور المسجد. وتم بناء المسجد على مساحة إجمالية بلغت 4,668 مترا مربعا. يقع جامع السلطان قابوس في منطقة بلاد صور، التي هي تعتبر المدخل الرئيسي للولاية، حيث يتسع المصلى ل 3500 مصلي، ويتواجد فيه مصلى للنساء بسعة 500 مصلي، ويوجد به مكتبة وثلاث فصول دراسية. يتكون جامع السلطان قابوس بولاية صور من قاعة للصلاة الرئيسية، بالإضافة إلى الصحن المكشوف ومصلى للنساء، كما يحتوي المسجد على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم مكونة من ثلاثة فصول دراسية ومكتبة. يقوم الجامع بإقامة الندوات والمحاضرات الدورية والشهرية، وبعض المسابقات مثل استقبال مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، وإقامة مناشط مثلا كالمراكز الصيفية، وعندك الفصول الدراسية التي تبدأ من بداية الموسم الدراسي إلى نهاية الموسم الدراسي بوجود معلمين متخصصين في التربية الإسلامية. تم تزيين الجامع بالنقوش الإسلامية التي تعطي طابعا إسلاميا فريدا، وعدد من الآيات القرآنية المخطوطة على الجدران الداخلية والخارجية. في بيوت الله نرقى، تصبح الأنفس أنقى، رحمة الرحمن فيه سقت الأرواح دفقا. مسجدي حب وئام بخشوع القلب يسقى، مسجدي ركن وحسن وجلال فاض صدقا، فيه بالود اجتمعنا في نقاء.